طال الآن أشرك معي توفيق الشوبكي رئيس قسم الجراحة في مستشفى ابن سينا في جنين. أهلا بك دكتور توفيق، اروي لنا ما الذي حصل بالضبط في المستشفى هذا الفجر؟ أهلا بك. في فجر اليوم قامت قوات خاصة من الاحتلال تفريزي المدني وبمختلف الأعمار، منها ما كان هنالك شيوخ وشبان وأيضا نساء معهم مريض أو شخص يقوده على كرسي متحرك، بالإضافة إلى أنه كان يحمل كوت للأطفال، ومنهم أيضا من كان بلباس الكادر الصحي. تم مداهمة إحدى طوابق المرضى في المستشفى وهو الطابق الثالث، ومن ثم تم الاعتداء على الطاقم الطبي المتواجد في الشفت المسائي أو في الشفت الليلي، ومن ثم تم التوجه إلى غرفة أحد المرضى وهو مصاب منذ حوالي 3 شهور، يخضع لعلاج مكثف وهو الآن في مرحلة التأهيل، حيث أنه مصاب بشلل نصفي لا يستطيع قضاء حوائجه اليومية أو حوائجه الشخصية لوحده. تم تصفيته هو بالإضافة إلى 2 مرافقين معه، أحدهم كان أخوه، ومن ثم قامت القوات الخاصة بالانسحاب من المستشفى. نعم، خطورة هذه الخطوة دكتور توفيق من قبل الاحتلال باقتحام هذا المستشفى متنكرا بزي أطباء وممرضين. يعني صراحة يا شيخ سابقة أن تقوم أن يتم الاعتداء على حرمة المستشفيات والدخول إلى داخل المستشفيات وتصفية الداخل، خصوصا أنه يتم الاعتداء على مريض وهو مصاب، ويعني يعني هو مقعد وليس شبه مقعد، هو مقعد فعلا ليس له القدرة على قضاء حاجاته اليومية دون أي وجود أي مساعدة، بالإضافة إلى الترويع الذي يمكن تسبيبه للمرضى الآخرين في المستشفى والكادر الصحي والطبي في المستشفيات. نعم، إذا شاب مصاب بشلل نصفي دكتور توفيق كما ذكرت مع مرافقيه، هذا يفند مزاعم جيش الاحتلال الذي ذكر في أحد بياناته أن هؤلاء الشبان الثلاثة ينتمون إلى تنظيمات المقاومة وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية. صراحة لكل واحد هو روايته، لكن احنا الواقع الذي لدينا، احنا نتعامل مع مصاب جريح مريض هو في المستشفى منذ شهر تشرين الثاني يتلقى العلاج، وهو كانت وضعه الصحي كان خطير، وكان يعتبر تجربة يعني أو يعني نجاح في علاج مريض إنه إيصاله لهذه المرحلة، وهو الآن في طور العلاج التأهيلي، هو مصاب تقريبا من منطقة الصدر فما أسفل بشلل كامل، لا يستطيع أن يتحرك المريض حتى على مستوى يعني العفو على قضاء حوائجه اليومية والحاجات الشخصية، وبحاجة إلى مرافق، هذا المرافق كان أخوه وهو معه في الغرفة، بالإضافة إلى شخص ثالث هو يعني صديقهم يقومون برعايته. احنا كمستشفى يعني واجبنا وواجب المهنه الطبيه ان تعالج جميع المصابين جميع المرضى دون النظر الى خلفياتهم ودون النظر الى انتماءاتهم، بالاخير هو مصاب وهو مريض وهو هنا يعني وهو في المستشفى منذ حوالي 4 شهور طريح الفراش. طيب دكتور توفيق، كيف تردون على مزاعم جيش الاحتلال الذي يدعي أن المسلحين يلجؤون للاختباء داخل المستشفيات؟ هي صراحة هي شماعة دائما يجد الاحتلال لتبرير أفعاله، وهذا ما سبق وحدث في مستشفيات أخرى سواء في الضفة أو في غزة، لكن في النهاية المستشفى هي الأصل أن تكون مكان آمن لتلقي العلاج ولخدمة المرضى والمصابين، وليس بالضرورة أن تحتوي على مصابين إصابات بأعيرة نارية، هنالك منهم من هنالك مصاب بجلطات، ومنهم من هنالك حالات ولادة، هنالك خدات، فبالتالي تحتوي على المستشفى يعني مركزي وكبير في محافظة جنين، ليس مقتصر على علاج الجرحى أو علاج المصابين. هل تعتقدون أن هذه ربما تكون مقدمة من جيش الاحتلال لاستهداف المستشفيات في مدينة جنين على غرار ما جرى في قطاع غزة؟ يعني هو
صراحة احنا تم الاستهداء في المستشفيات بشكل غير مباشر منذ أشهر قريبة من هنا، حيث كان يتم مشاهدة الجميع عن طريق التلفاز كيف يتم محاصرة المستشفيات وإخراج الطواقم الطبية فيها وعرقلة في وصول سيارات الإسعاف. فبالتالي هي هنالك هم ماشيين على هذا المنوال دون، خصوصا أن ليس هنالك رادع لإيقافهم أو شيء يمنعهم من ذلك. في ظل الاستهدافات المتكررة لمدينة جنين ومخيمها من قبل جيش الاحتلال على مدار سنتين تقريبا، كيف هو الوضع الصحي في مدينة جنين؟ وضع المستشفيات، ظروف هذه المستشفيات، ما احتياجاتها جراء هذه العمليات المتكررة والتي يسفر عنها أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى؟ يعني احنا في حال كما تفضلت يعني منذ سنتين وهنالك دخول متكرر وقد زادت الوتيره في الاشهر الاخيره، بالتالي احنا المستشفيات جميعا في محافظه جنين في حال الطوارئ وتاهب لمحاوله استيعاب اعداد الجرحى التي هي دائما بازدياد، وايضا حالات الشهداء التي يتم استقبالها. دائما يتم الوقوف بشكل متكرر على مخازن المستشفيات من ناحية الأدوات الجراحية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى بنوك الدم. هنالك تنسيق داخل على مستوى المحافظة وأيضا تنسيق مع المحافظات الأخرى. أشكرك جزيلا دكتور توفيق الشوبكي، رئيس قسم الجراحة في مستشفى ابن سينا.